على كل حال خلينا نرجع ونتكلم عن الماتشات. امبارح كان في ماتشات طبعا، ونتكلم عن دور ال 16 بالمونديال اللي بدات، انا هقول عليهم كده زي ما بيتقال يعني الطواحين الهولنديه اللي قدرت فعلا انها تفوز بجداره على امريكا 3-1 وتبقى اول المنتخبات المتاهله لدور الثمانيه لكاس العالم. حاجه محترمه بصراحه فعلا، ناس كتير امبارح كانت مبسوطه. كمان ماتش الارجنتين مع استراليا شهد تالق لميسي وقاد الارجنتين لدور الثمانيه بعد الفوز العظيم جدا على استراليا. وبكده بقى لو احنا هنتكلم بلغه ارقام، ميسي سجل الهدف الرقم 9، الهدف ليه رقم 9 في بطولات كاس العالم، وبرده بكده يقدر نقول ان هو تخطى رقم مارادونا صاحب الثمان اهداف، وفاضل له هدف واحد يا كريم عشان يعادل رقم باتستوتا الهداف التاريخي للارجنتين والاسطوره طبعا على رايك. امبارح كمان دي كانت مباراه ميسي رقم 1000 في مشواره الكروي، رقم 1000. فميسي ورونالدو لو هنتكلم هم بجد ظاهره، يعني ظاهره هذا الجيل بارقامهم. صحيح. مهما كانت بقى قوه التنافس ما بينهم هيفضلوا هم علامات للجمع، حتى لو انت مش من مشجعي ده او ده، لا بس نقدر نقول ان بجد اسطوره. صحيح. اسطوره ميسي. صحيح. اسطوره رونالدو. عشان كده دايما وقلنا الكلام ده قبل كده، المونديال الجاي هم مين اللي هيبقى نجومه؟ يعني انت عندك ميسي مش هيبقى موجود، ورونالدو مش هيبقى موجود، ليفاندوفسكي مش هيبقى موجود. صحيح. مش عارفه مين تاني من الاسماء الكبيره مش هيبقوا موجودين، بس دول الاساس. وما ظهرش سو فار حد شبهه، لا ما فيش حد قدر. هالاند في الطريق، بس برضو هالاند لسه يعني ما نقدرش نقول ان هو يقدر يكون مكان حد منهم. صلاح باذن الله بقى يبقى هو واحد من ابرز النجوم بتوع المونديال القادم باذن الله. يعني على كل حال نقدر نقول لو هنرجع تاني للماتش، يعني فوز هولندا والارجنتين في مباراه امبارح ده هيخليهم بعض في دور الثمانيه، وبالتاكيد هيكون طبعا ماتش يعني صعب جدا. ده هيبقى ماتش تقطيع. تقطيع يعني بالمعنى الحرفي للكلمه.